السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متتابعاتي الغاليات مرحبا بكم في قناة مطبخ سارة أم هداية نتمنى تكون في أحسن الأحوال يا ربي وبصحه جيدة إن شاء الله كديرين لاباس عليكم صحيحتكم لاباس اليوم إن شاء الله نقدم لكم واحد الحرشة في الفران باللبن كتجي غزالة وكتجي رطبة نتمنى تجربوها إن شاء الله وتنال الإعجاب ديالكم غندوزو على بركة الله نقدم لكم مقادير كنحتاجو لواحد نص كيلو ديال السميدة الرقيقة عندي هنا واحد نص او أكتر ديال البن ممكن تعوضوه بالحليب عندي هنا واحد شاسيه ديال الكاكاو للتزيين اختياريه وعندي شاسيه ديال الفاني وعندي جوج شاسيات ديال الخميره عندي هنا شويه الملح الملحه عندي هنا واحد الكاس عامر ديال العنبه ديال السكر ممكن على حسب الذوق ممكن تنقصوا عندي هنا كاس لاروب ديال الزيت زيت عاديه عندي هنا واحد المعلقه كبيره ديال الماء الزهر ممكن تكتفيو غير بالفاني ممكن ديروا قشره الحامض يعني كيبقى النكهه على حسب الرغبه ديال كل وحده دابا غناخذوا هذا الفاني كيف شو؟ وغناخذوا شويه ديال الملحه غناخذوا الخميره يعني كنضيفوا هاد دي النواشف كامله مع بعضياتها نتمنى ان شاء الله تجربوها راه كتجي ساهله على حساب ضيوف الغفله ولا يعني كتنفع صراحه وما كتطلبش لشي مجهود كتجي زوينه غير جربوها ان شاء الله راه غادي تعجبكم وكيف قلت لكم راه ممكن تعوضوا اللبن بالحليب ممكن تعوضوا هذاك الماء الزهر تعوضوه باي نكهه عندكم يعني الناس اللي ما كياكلوش ما الزهر راه ما يديروش دابا نخلطو هاد النواشف كامله مع بعضياتها وغنضيفوا هاد الحل... هاد الزيت هذا نبسبسوها به افضل لو كان تخدموها بيديكم حسن من هاد الطراب اللي هداوي انا راه كيلصق ليا في هاد كيف شفتو كيدخل ليا هداك السميد لداخل الا خدمتو باليدين ديالكم ولا بمعلقه كتكون اسهل واحسن جربوها ان شاء الله راه غادي تعجبكم دابا غناخذوا هذاك دا اللبن وهنخلطوا هاد العناصر مع بعضياتها كامله ضروري خص يكون القوام ديالو يكون مشي عاقد خصو يكون جاري كيف كتشوفوا يعني خصو يكون خفيف دابا غنضيفو هاد الماء الزهر كيف كنقولها ونعاودها راه اختياري يعني انا كتعجبني هاد النكهه ديال الزهر مع السميده نتوما راه يمكن لكم ديرو اللي كيعجبكم انخلطو هاد المكونات مع بعضياتهم مزيان هانتوما كيفاش كتشوفو راه كيكون خفيف يعني كيكون خفيف هاد الخليط هذا. دابا نأخذ واحد المول يعني راه ممكن أي مول تخدمو فيه ديال الفران ممكن مول ديال الزاج ممكن مول ديال هاكا فحال هذا ممكن مقلة تقيلة يعني كيبقى على حسب الرغبة ديال كل وحدة فاش بغا طيبها راه غطيبها عادي بحال أي كيكة عادي غطيبها انا راه كبيت هذا الخليط غنقص منه هذا القدر هذا غنضيف ليه واحد شاصية ديال الكاكاو يعني كيبقى هذا اختياري على التزيين ها هنا دابا من بعد ما نقصت هذه العجينه غناخذ هاد الشاصيه ديال الكاكاو غادي نديرها فيها هذه كتبقى غير كتزين ممكن انكم ما ديروهاش يعني ممكن انكم ديروا هذه الحرشه كلها بيضه يعني كيبقى لكم الاختيار هذه دي كنديرها انا غير باش تعجب الوليدات تبان لهم بحال راه فيها شوكولاتة وصافي باش ياكلوا هذه اما هي راه ممكن تخليوها عاديه يعني كيبقى لكم الاختيار اهم حاجه ان هي كتجي زوينه وكتجي رطبه يعني نتمنى ان شاء الله تجربوها وتنال الاعجاب ديالكم دابا نخلط العجين كامله ان شاء الله مع بعضياتها ونرجع معكم دابا كيف كتشوفوا من بعد ما نقصت هاد العجينه ودرت لها الكاكاو درتها هنا في بلاستيكه تقبت لها الفم ديالها ودابا غنبدا ندير الشرائط انا هنا راه نقصت العجينه كتيرة حاولوا نتوما ما تنقصوا العجينه تكون قليله المهم انا ما غنضيعهاش واخا غيجيوني شرائط غلاض المهم راه ما غاديش نضيع راه غنديرها كيف كتشوفوا غنكمل بهذا الشكل هذا ان شاء الله وارجع معكم دابا يعني كيف شفتو من بعد ما كملت هاد الشرائط دابا غنبدا نأخذ معايا القفحة هكا يعني نحاول نجر من الداخل ديال العجينة وانا كيف شفتوا العجينة هاد الكحلة راه دخلتها لداخل في العجينة البيضة يعني كنحاول نبدا ندخل فيها راك شفتو كيفاش درت الشرائط الشرائط ديتهم وشرائط غنبدا نجيبهم المهم راه هذا كيبقى غير تزيين يعني كل وحده غديرها على حسب الرغبه ديالها راه ممكن لكم تخليوها غير بيضه راه ماشي مشكل غندير على درجه حراره متوسطه ان شاء الله من بعد ما تطيب نتلاقى بكم ها هي الحرشه ديالي من بعد ما خرجت من الفران صراحه كتجي رطبه وكتجي غي جربوها ان شاء الله راه غادي تنال الاعجاب ديالكم انا هنا غدا ما حد دابا بقى سخونه غندهنها بالعسل راه يمكن لكم الا ما ديروه انا ما ديروش. انا هنا غندهنها بالعسل راه كتشوفوا راه مازال سخونه كيف كندير لها العسل يعني كتشربوا في ديك الساعه والفران انا راه طيبته على فران ماشي مناقص راه فران متوسط يعني عادي ما تنقصوش عليها باش ما تجيكمش شاحفة هي كل ما خلقت طيب تشوف في درجه حراره متوسطه غتبقى لكم مزيانه ولكن الا خليتوها في درجه الحراره اللي تكون ناقصه غتجيكم شاحفه وناشفه ونتمنى ان شاء الله تنال الاعجاب ديالكم وتجربوها وتزين تزين لما بغيتوش تزينوها كيف ما قلت لكم راه تخليوها هكاك المهم دابا نخليها تبرد ان شاء الله ونتلاقى بكم <applause> ها هو الشكل النهائي ديال الحرشه ديالي كيفاش كتجي كتجي غزاله الصراحه وكتجي زوينه نتمنى تجربوها ان شاء الله راه غتنال الاعجاب ديالكم وكتجي رطبه كيف كتشوفوا يعني صراحه كتجي غزاله اجربوها جربوها ما تبخلوش عليا بارائكم واقتراحاتكم وما تنساوش تشجيعكم ليا بلايك والناس اللي مازالين ما شاركوش في القناه نتمنى يشتركوا في القناه ويفعلوا الجرس باش يتوصلوا بكل جديد ان شاء الله وما تنساوش تبارطاجيو لي الفيديو مع احبابكم ومع اصحابكم ان شاء الله وتشوفوا كيفاش كتجي في الداخل صراحه كتجي حرشه غزاله وسهله في الخدمه غير جربوها ان شاء الله والى اللقاء الى فيديو اخر ان شاء الله انا هنا راه درت هاد الخطوط هذا ديال الشوكولاطه غليظه هنايا راه كل ما كانوا كيكونوا رقاق كل ما كيجيو احسن حطيت بعض الصور باش تشوفوهم وهما رقاقين